ضيفي سيد سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سركيس. أهلا بك. لعلك تابعت وتابعنا وتابع العالم كله ما حدث من حالة شغب غير مسبوقة في الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان من المفترض بحسب المحللين أن ينعكس ذلك فورا على الأسواق التي تتداعى لمثل هذه الأخبار الجديدة، والذهب يرتفع باعتباره يستغل وجود مثل هذه الأزمات. ما حدث هو العكس، الأسواق تجاهلت والذهب تراجع. لماذا في رأيك؟ بالفعل اعتقد الكثيرون بأن هذه الأحداث قد تتسبب بارتفاع مباشر وسريع في أسعار الذهب، بينما تنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية وتنخفض شهية المخاطرة. لكن لننظر إلى الموضوع من وجهة نظر أخرى، وهي سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الكونغرس أو مجلس الشيوخ الأمريكي. هذا أعطى توقعات كبيرة بأن نرى خطط تحفيزية ضخمة. سابقا لو رجعنا بالذاكرة قليلا، الحزب الديمقراطي كان يطالب بخطة تحفيزية تفوق قيمتها 3 تريليون دولار أمريكي، والآن أصبحت احتمالات أن يتم إقرار مثل هذه الخطط مع سيطرة الحزب على مجلس الشيوخ ووجود جو بايدن قريبا في البيت الأبيض، قد يتم تمرير مثل هذه الحزم. ولو دققنا النظر فيما حصل يوم أمس في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه الخصوص، سوف نلاحظ انخفاض العديد من أسهم شركات التكنولوجيا، وأمامي أرى الآن انخفاض أسعار سهم أمازون، أبل، فيسبوك، بينما من الأسهم التي ارتفعت كاتربيلر، جولدمان ساكس، جي بي مورغان، يونايتد هيلث وغيرها من الشركات الصناعية والمرتبطة في النمو وأيضا المرتبطة في الطاقة. وهنا نلاحظ توجه المتداولين نحو الشركات التي ترتبط في النمو مع توقعات التحفيز الأمريكي الذي لا شك أنه سوف يدعم هذه الشركات، خصوصا بعد السيطرة على جائحة كورونا. لكن بالنسبة لأسعار الذهب تأثرت بذلك سلبا، حيث أن الارتفاع الكبير في شهية المخاطرة دفع المتداولين نحو أسواق الأسهم التي سجلت يوم أمس مستويات قياسية بالنسبة لداو جونز والستاندرد أند بور، وتخلوا عن الملاذات الآمنة والتي كان من ضمنها الذهب الذي انخفض. وهذا ما يفسر برأيي ماذا حصل يوم أمس. وبشكل عام ربما سوف نشهد عودة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. نعم. لأسباب مرتبطة مع خطط التحفيز، بينما مؤشرات الأسهم الأمريكية ما زال أمامها القليل أيضا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة. جيد سيد سركيس، وصول إذن الديمقراطيين إلى إحكام القبض على مجلس الشيوخ يتيح لهم كما تفضلت وذكرت ونعرف إمكانية تمرير كل هذه الحزم وكل التشريعات والقوانين باعتبار مجلس الشيوخ هو الأعلى كعبا في الكونغرس الأمريكي. السؤال انعكاس ذلك على الدولار، يعني تحفيز يعني سيولة في السوق، هل سيؤثر ذلك على المدى القصير أو المتوسط؟ وماذا عن موقف الدولار حاليا؟ نحن أمام بيانات الوظائف الأمريكية الجمعة. بالفعل الدولار الأمريكي أعتقد أنه يتوجه لمزيد من الانخفاض. بداية أريد أن أذكر بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الدين الأمريكي ارتفع إلى أكثر من 27 تريليون دولار، وأيضا العجز الفيدرالي في الفيدرالي الاحتياط الأمريكي ارتفع 30% خلال عام واحد، بينما لو عدنا بالذاكرة إلى 2008 و2009 ارتفع على مدى عامين بمقدار 25%. إن الارتفاع الكبير في العجز في الفيدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية أيضا، ورافق ذلك أيضا ملاحظة مهمة وهي انخفاض حيازة الصين من السندات الأمريكية خلال الفترة الماضية من مستوى 1.18 تريليون إلى مستوى 1.06 تريليون دولار. كل هذه الظروف مجتمعة وبالنظر لما حصل يوم أمس في أسواق السندات الأمريكية من انخفاض أسعارها السوقية، كلها يدل إلى قلق كبير من تفاقم العجز الأمريكي بفعل توقعات الخطط التحفيزية الأمريكية، وهذا ما قد يدفع الدولار لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. خطط التحفيز الفيدرالي الأمريكي المستمر في تحفيزاته الضخمة قد تدفع الدولار للانخفاض. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية المنتظرة يوم غد وتحديدا بيانات الوظائف الأمريكية، يوم أمس شهدنا تلميح لهذه البيانات من خلال بيانات مؤشر ADB لبيانات الوظائف القطاع الخاص الذي فاجأنا بانخفاض أعداد الوظائف لأول مرة منذ الانكماش الذي حصل في الوظائف خلال الربع الثاني من 2020. ومن المتوقع يوم غد أن نشهد بعض الارتفاع في نسبة البطالة وانخفاض كبير في أعداد الوظائف المضافة في القطاعات الغير زراعية، وهذا كله كإجمالي قد يصب في صالح ضعف الدولار على المدى المتوسط والطويل. جيد سركيس، من خلال متابعتنا لمسارات التداول في أسواق العملات والفوركس،
نلحظ ربما أداء لافت للفرنك السويسري الذي يرتفع أمام الدولار بشكل غير مسبوق منذ العام 2015. إلى أي مدى هو قادر على الاستمرار في هذا الارتفاع، أم أن البنك الوطني السويسري أيضا قادر على أن يكبح جماح ذلك؟ البنك الوطني السويسري مشهور سابقا بأنه اتخذ إجراءات لكبح جماح ارتفاع الفرنك السويسري مقابل العملات، وأهمها ما قام به لإيقاف الارتفاع في الفرنك السويسري مقابل اليورو سابقا، عندما ربط الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك عند 1.2 فرنك لليورو الواحد. ومن غير المستبعد أن يشير البنك مرارا وتكرارا كما فعل سابقا بأن ارتفاع الفرنك السويسري مضر جدا بالاقتصاد، ولو نظرنا إلى الاقتصاد السويسري حاليا مستويات تضخم سنوي في السالب، وأيضا النمو الاقتصادي السنوي لعام 2020 في السالب، ومن المتوقع أن يبقى أيضا الضغط الاقتصادي إن كان على النمو وإن كان على التضخم خلال هذه السنة، وارتفاع الفرنك السويسري في حالتنا هذه قد يزيد من الضغط الكبير على الاقتصاد السويسري. لكن على المدى القصير هنالك تدفقات سيولة كبيرة نحو الفرنك السويسري باعتباره العملة الكلاسيكية كملاذ آمن لبعض الجهات، وهذا ما قد يدفعه لقليل من الارتفاع، لكني لا أستبعد في أي لحظة أن نشهد تدخل حتى ولو بشكل غير مباشر من البنك الوطني السويسري خلال الفترة المقبلة لإيقاف هذه الارتفاعات الكبيرة بالفرنك لضررها الكبير جدا على الاقتصاد السويسري. كملخص أعتقد بأن الفرنك أمام مزيد من الارتفاع على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل أعتقد بأن الفرنك ربما سوف يعود للانخفاض، خصوصا لو قام البنك الوطني السويسري بتفعيل أحد أدواته بقصد إضعاف الفرنك السويسري مقابل سلة العملات والتي منها الدولار الأمريكي وكذلك اليورو. تركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جلوب، شكرا جزيلا لك.